بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنردد أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو إصرار. أعزائي المشاهدين، نلتقي في حلقة جديدة من برنامج هذه بلدنا. نحن الآن بضيافة الدكتور بلال محمد الفيصل صاحب صيدلية فانيلا. بداية أسعد الله أوقاتك دكتور. الله يسعدكم، أهلا وسهلا فيكم. دكتور بلال، أنتم أشهر من تعرف في هذا القطاع، بنحب نعرف السادة المشاهدين أكثر عنكم وعن تعريف البطاقة الشخصية. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وقناة جوسات شرفتنا. أنا بلال محمد الفيصل، خريج جامعة علوم التكنولوجيا الأردنية 98. طبعا اشتغلت في القطاع الخاص من بداية تخرجي، اشتغلت كسيلز مانجر في احد شركات الأدوية الأردنية في السعودية لمدة 14 سنة. وقررت يعني بال 2012 اني يكون لي استثمار في وطني عن طريق افتتاح صيدلية ان شاء الله او بؤرة صيدليات بإذن الله. طبعا لانه بالنهاية الواحد ما بحن الا لبلده بعد الغربة الطويلة، فأخذنا القرار في هذا الموضوع وفتحنا الصيدلية بال 2012 بداية شهر 4، وخطوة خطوة بلشنا فيها والحمد لله. يعني صار اسمنا من الأسماء صيدليات اللامعة الحمد لله في مدينة إربد وبشكل عام في المنطقة الشمالية. واستطعنا برضو ضمن الكادر الموجود عندنا، كادر مؤهل وخبراته ممتازة، انه يكون يعني نعطي صوره ايجابيه جدا عن عن مهنه الصيدله بشكل عام وللمواطنين بشكل خاص كمان. الى الامام دكتور بلال. دكتور بلال، ما شاء الله سمعتكم ممتازه في المنطقه، بنحب نعرف الساده المشاهدين اكثر وندخل بالتفاصيل، ما الخدمات اللي بتقدموها؟ طبعا كاي صيدليه ثانيه اللي هي الخدمات الطبيه والمهنيه مثل صرف الادويه، يعني جزء من او جزء كبير من عمل الصيدلية هو صرف الأدوية عن طريق الوصفات الطبية الموجودة، بالإضافة للاستشارات الطبية. احنا يعني بفضل الله عندنا كادر مؤهل انه يعطي معلومات طبية ممتازة للناس، يعطيهم الفائدة من خلال الأدوية اللي بياخدوها عن طريق الوصفات الطبية، وبالإضافة طبعا للأدوية الـ OTC أو اللي هي الأدوية الـ Over the Counter. تكون يعني هذه الأدوية إحنا يعني نستطيع صرفها أو بدون وجود وصفات طبية للناس اللي بطلبوها. يعني هلا دكتور بلال، نتحدث عن أبرز المشاكل اللي بتواجهها، وأنه بشكل عام عدد الصيدليات كثرت في المنطقة، بيأثر عليكم بشكل سلبي؟ أكيد، يعني هاي من ضمن التحديات اللي بتكون موجودة عندنا بصراحة في الآونة الأخيرة، يعني اللي هي كثرة عدد الصيدليات. يعني صارت بشكل يعني كبير، وللأسف في جزء منها يعني غير مؤهل أو الكادر اللي فيه غير مؤهل، بالإضافة إنه طبعا يعني هي بشكل عام النسبة العالمية للصيدليات بالنسبة للنسبة المئوية لعدد السكان، يعني برا او معدل العالمي 4000 لكل صيدليه، احنا عندنا حوالي 400 لكل صيدليه، فبالتالي يعني 10 اضعاف عدد الصيدليات الموجود عندنا في الاردن او معدله موجود عن الصيدليات اللي برا. وبصراحه هاي بتاثر طبعا على الوضع الاقتصادي للصيدليات، ولكن طبعا يعني بالنهايه اللي هو الصيدليات الناجحه واللي بتستطيع انه تثبت نفسها هي اللي بتنجح. يعني اكيد هلا بالتاكيد دكتور بلال، مسؤوليه مشتركه، وجلاله الملك اول ما يدعو لدعم فرسان التغيير، وانت تمثل نموذج من فرسان التغيير. نستذكر كلمه جلاله الملك، انت ارفع راسك، انت اردني بهمه النشامه امثالك دكتور بلال. دكتور بلال، يعني اي شخص بتمنى يكون طموحه اعلى واعلى، ما هي رؤيه المستقبليه لديكم في هذا المشروع؟ طبعا هو احنا يعني كل رجعتي كانت من السعودية عشان موضوع الاستثمار بوطننا، واني انجح بوطني ما انجح باي بلد تاني يعني.
وطبعا جلالة سيدنا لما حكى هاي الكلمة كان بيقصد الشباب والجيل اللي بعد الشباب. فأنا من هاي المنطلق كان استثماري في الأردن ووطني يعني المفروض يكون أولويات حياتي المهنية. فبالتالي كانت الصيدلية هي بؤرة إن شاء الله صيدليات تانية أو مشاريع تانية إلها علاقة بالناحية الطبية يعني. وإن شاء الله يعني قريبا رح يكون في شغلات برضو استثمارات معينة سواء كانت فروع للصيدلية أو حتى مراكز طبية معينة تهتم بنواحي معينة في بالمجال الطبي طبعا، وتوظيف أكبر عدد ممكن للأردنيين عندنا. وهاي إشي يعني بصراحة لازم كل الصيدليات وكل الاستثمارات اللي في البلد يتجهوا بنفس الاتجاه. يعني أكتر إشي بفرحنا إحنا لما يكون الكادر أردني صرف 100% بيستطيع إنه ينتج لبلده، وهذا أكبر استثمار بصراحة. أكيد دكتور بلال، بنحب نسمع منك كلمة لجيل الشباب بخصوص ثقافة العيب. تمام. يعني حقيقة ما في شيء اسمه ثقافة عيب، المفروض ثقافة العيب هي يعني مصطلح للأسف طلع لأنه يعني جزء كبير من الشباب أو تفكير الشباب كان ينصب نحو يعني إنه يستلم مركز معين أو وظيفة معينة بتناسب هو تفكيره، ولكن للأسف يعني الآن إحنا يعني في زمن لازم يعني أي عمل معين إحنا بنستطيع إنه يعني نتوجه إله، بنستطيع إنه نكون يعني بالقدر الكافي إنه ننجح فيه، مش عيب. يعني في عنا كثير أمثلة ونماذج معينة حية عنا، سواء كانوا صيادلة أو خريجين جامعات بشكل عام بكالوريوس بيشتغلوا في مجالات بعيدة جدا عن مجالهم، وهذا مش إشي عيب، بالعكس هو لأنه يعني ما استطاع إنه يكون في له فرصة تانية في مجاله أو مهنته بده يتوجه لمهنة تانية أو شغل تاني، وهذا مش عيب نهائيا، بالعكس هذا شيء يحترم للأمانة. وبصراحة يعني من منبركم بوجه كلمة لجميع الشباب اللي سواء خريجين الجامعات أو الكليات أو المعاهد، إنه الشغل عمره ما كان عيب سواء كان في مجاله أو غير مجاله، وهذا إشي بالعكس هذا من ضمن الشغلات اللي بتنهض في اقتصادنا الأردني وبتخفض نسبة البطالة بشكل كبير، وبالعكس بتنعكس على جميع الناس اللي أو الموظفين الموجودين سواء بالقطاعات الخاصة أو الحكومية إنهم يكونوا مبدعين في جميع المجالات سواء كانوا بعملهم أو ما كانوا بعملهم. بالتأكيد دكتور بلا، إحنا بننعم نعمة أمن وأمان الحمد لله. شو بتوجه رسالة لجلالة الملك والقيادة الهاشمية؟ طبعا يعني نعمة الأمن والأمان في بلدنا الأردن يعني هي نقطة كتير واضحة حتى للبلدان اللي حوالينا الحمد لله في ظل الظروف اللي بيعيشوها، وبصراحة إشي يعني بحسدون عليه الحمد لله. وطبعا هذا كله في ظل القيادة الهاشمية، وجلالة سيدنا بصراحة يعني كان النموذج الأكبر في هذا الموضوع، بحيث أنه رسخ نقطة الأمن والأمان في الأردن، والحمد لله كان وتفعلت نظريا وعمليا، وهذا الحكي بينعكس بشكل إيجابي جدا على جميع قطاعات البلد سواء اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية. يعني نتمنى من الله أنه تستمر هذا الموضوع، وبجهود سيدنا أكيد راح تستمر إن شاء الله، وبجهود المواطنين ووعيهم لهذا الموضوع وبشكل عام، وبشكل خاص بيعرفوا أنه هاي يعني موضوع الأمن والأمان هو من أفضل الشغلات اللي ممكن تنعش البلد بجميع المجالات لها. أكيد الله يديم علينا يا رب. دكتور بلال، لو حالفك الحظ والتقيت بجلالة الملك بالصدفة شو بتحب تحكي له؟ يعني بحب أشكره على كل شيء قدم لنا إياه. بصراحة هو يعني قبل أنه يكون ملك هو إنسان، وهو بيعكس صورة الإنسان الواعي والحريص على بلده ووطنه وعلى أبنائه من الأردنيين. الله يديمه ويوفقه إن شاء الله ويكون لنا ذخر بإذن الله تعالى. أمين يا رب. دكتور بلال، بحب نعرف السادة المشاهدين أين موقع الصيدلية وأرقام الهاتف. طبعا الصيدلية بشارع المدينة المنورة بجانب قصر العدل. الهاتف والفاكس هو 02-7-274-174، بتغطي المنطقة الشرقية كاملة، الشرقية والجنوبية يعني،
وطبعا اسمها صيدلية الفانيلا. بالتوفيق والى الامام. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذه اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم في جزيل الشكر للدكتور بلال محمد الفيصل على تواصله ودعمه لهذه البرنامج. هم